هذا دجاج طيب جدا جدا. لذيذ كثير. اليوم رح ناخذ بريك من اللحمه ونعمل دجاج. يمكن واحد يحس انه الدجاج ابسط من اللحمه للطبخ او الشوي او التدخين، الا انه طبخها ادق بكثير من طبخ اللحمه، لانه لازم الصدر يوصل لل 37 مئوي والفخاد لل 79 مئوي لانه فيها سلمونيلا، بس الصدر لو وصل لل 76 بنشف، فالمساحه للخطا كثير صغيره. هلا في عده شغلات تعملوها عشان الصدر ما ينشف، نفسهم كمان مهمين باللحمه. اول شيء عمليه التمليح او البراينينج اللي بعملها كل حلقه، اللي هو بتملح قبل بليله على المكشوف، بيساعد على امتصاص السوائل كلها لداخل اللحمه، وفي فيديو تفصيلي جاي عن هذا الموضوع قريبا. ثاني شيء خلوا اللحمه توصل لدرجه الحراره الغرفه قبل الطبخ، مهمه هاي عشان تنشوي بشكل متجانس. ثالث شيء استعملوا البروب او ميزان الحراره عشان تشيلوها لما توصل على القد. اخر وحده كمان بعملها دائما هي تخلوا اللحمة أو الدجاجة ترتاح من 5 دقائق للساعة حسب قطعة اللحمة قبل الأكل. السبب هو إنه عملية الطبخ هي فعليا عملية تنشيف اللحمة، البروتينات بتزم على بعضها وهي عم تنطبخ وبتدفش السوائل يا للخارج اللي بتيجي على الوش وبتتبخر وبتتأحمش، أو للداخل لأسمك جزء من اللحمة. لما توصل قطعة اللحمة أو الدجاج للدرجة المرغوبة بيكون كل السوائل والعصارة مجمعة بنصها. لو قصيتوا اللحمة من دون ما ترتاح أسهل بإنه العصائل هاي كلها تهرب، ورح يكون في أجزاء أنشف من غيرها، ولهذا السبب بقول دائما كالعادة بنحطها ترتاح في 5 دقائق قبل الأكل. كل فيديو بعمل طبق جانبي. اليوم رح أعمل بطاطا حرة ويدجز. أول شيء رح أفلق الدجاجة، فينا نشويها كاملة بس للبساطة رح أفلقها بمقص أو سكين. شيلوا العمود الفقري، حطوه بالفريزر بنعمل منه مرقة دجاج أو شوربة، بكسرها من عظمة الحظ وبقصها قصة صغيرة على الصدر عشان يساعد تكون مسطحة أكثر، بملحها من كل الجهات وبحطها تنام ليلة بالبراد. فيكم تعزموا أحمد، بس من خبرتي أحمد ما كثير بحب الدجاج. تاني يوم أول شيء بشيلها من البراد عبين ما نجهز المنقة. بعدين بجهز التتبيلة، بنحط سكر بني، تشيلي باودر، فلفل أسود، بودرة خردل، بابريكا، حبات الثوم وتشيلي فليكس. بنخلطهم، ويمكن تحتاجوا تفتفتوا بإيديكم لأنه السكر بيكون مكتف. بندوب زبدة وبنزيد زيت زيتون وبنزيده على التتبيلة، بس خلوا شوي من البودرة ما تحطوها كلها بالزبدة. هاي رح تعطي طعمات خيالية، فيكم تتخيلوا السكر والحر والزبدة مع بعض رح طعم التدخين على الدجاج رح يكون شي دمار. افركوا التتبيلة على كل الجلدة وحطوا بين الجلدة والصدر، قلبوها على الجهة الثانية ورشوا البهارات اللي ضلت. بهالوقت بيكون المنقل جاهز للتدخين، رح ادخنها بخشب التفاح. فيديو الشورت ريبز الموجود هون بشرح بالتفاصيل كيف تجهزوا المنقل للتدخين. لما بيحمل المنقل بنحط العصفور والفخدات تجاه النار، مثل ما قلت فخت لازم يوصل لدرجة أعلى من الصدر. نحط ميزان الحرارة لقيس درجة الحرارة ونسكر عليه والفتحات فوق الجهة. بعد ساعة من التدخين نفتح ونعمل بيستينج بزبدة دايبة عشان تضلها رطبة، ومنلفها على الجهة الثانية عشان الفخت الثاني يكون قريب منها، وعززوا شوي خشبات لوحدكم. بعد نص ساعة تاني عيدوا عملية الزبدة، ولما توصل لل 37 مئوي بيكون وقت تنشال. مثل ما حكينا بنحطها ترتاح 10 دقايق قبل الأكل. للطبق الجانبي رح اعمل بطاطا حرة ووجز، وهي نفس الوصفة للبطاطا الحرة بس رح اعملهم وجز. بنقشر البطاطا، بنقصصها حدود، بنزيد عليها فلفل اسود، ملح وزيت زيتون وتشيلي باودر، وبنحطها بفرن محمى سابقا على 220 درجة مئوية لشي نص ساعة. لو بدكم اياها تقرمش فيكم تزيدوا عليها الوقت، بس اجمالا البطاطا بتدبل بعد خلطها بالخليط. فيكم تتأكدوا انها استوت لما تشكوها بسكينة وما يكون فيها مقاومة، بس بالبطاطا المقاومة مهمة. تتبيلة البطاطا الحرة هي ثوم مدقوق، ملح وعصرة حامض، كزبرة، تشيلي فريكس، رشة زيت زيتون وخلطوهم. صحي اليوم مع كل هالزبدة، فينا نقول يعتبر صحي. لذيذ لذيذ كتير مان. السكر، الحر، الزبدة، هذا دجاج طيب جدا جدا جدا. شوف هون الفخذ شو وضعه، هذا اكيد رح يطلع مخيف.
أنا مستوي على الآخر. تمام. خلابة. دمار. مان. بطاطا حرة. بطاطا مثل بطاطا حرة. لذيذ جدا. مع بعض. طيب كتير. وهي مخيف مخيف. سحار